بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الثالث نظام التكاليف في المنظمات الصحية. الجزء ده مقسم إلى ثلاث فصول. الفصل الأول ما هو إلا مدخل محاسبي لدراسة المنظمات الصحية يعفى. ندخل في الفصل الثاني بعنوان أساسيات محاسبة التكاليف في المنظمات الصحية. الأساسيات تتمثل في المفهوم، الأهداف، المقومات، أي مفهوم محاسبة التكاليف في المنظمات الصحية وأهداف محاسبة التكاليف في المنظمات الصحية ومقومات نظام محاسبة التكاليف في المنظمات الصحية. طبعا المنظمات الصحية هي المستشفيات بكل أنواعها، قطاع عام، قطاع خاص، حكومية، غير حكومية، هادفة للربح، غير هادفة للربح، تشملهم. فنبدأ بالمفهوم، عبارة عن حصر أو تجميع ثم تحليل ثم تسجيل عناصر التكاليف في جميع الأقسام والمراكز داخل المنظمة، أي داخل المستشفى، بهدف تحديد تكلفة الخدمة العلاجية وتحقيق الرقابة على التكاليف ومساعدة الإدارة في أداء وظائفها من تخطيط ورقابة واتخاذ قرارات. هذا عن المفهوم. ماذا عن الأهداف؟ أهداف محاسبة التكاليف في المنظمات الصحية تتضمن ما يلي. أولا أنا لخصتهم في المفهوم، أنفردهم شوي. تحديد تكلفة كل خدمة من الخدمات العلاجية بكل قسم من أقسام المنظمة الصحية. يعني إيه خدمة علاجية؟ المريض. الخدمة العلاجية هنا المريض بكل ما يتحمله. شوف بقى، تحديد تكلفة كل خدمة من الخدمات العلاجية بكل قسم من أقسام المستشفى، وتحديد تكلفة كل قسم، وتحديد نصيب كل خدمة علاجية من كل عنصر من عناصر التكاليف. ده الهدف الأول، هو كده قياس التكاليف. الهدف الثاني الرقابة على التكاليف، تحقيق الرقابة على عناصر التكاليف في المنظمة الصحية. وعلى فكرة الرقابة فيها ثلاث أنواع، والثلاثة مهمين: رقابة وقائية، ورقابة علاجية، ورقابة مستمرة. الرقابة الوقائية تبدأ قبل البدء في التنفيذ، والرقابة العلاجية تبدأ بعد الانتهاء من التنفيذ، والرقابة المستمرة طوال فترة التنفيذ، وهي أفضل الأنواع الثلاثة لأنها تجمع بين مزايا كل من الرقابة الوقائية والرقابة العلاجية وتتفادى عيوبهما. الهدف رقم ثلاثة: توفير أساس سليم لتقييم الخدمات العلاجية. الخدمات العلاجية اللي هي إيه؟ الحالات المرضية، سواء كان تم علاجها أو ما زالت تحت العلاج. تم علاجها اللي كنا بنسميه في الشركات الصناعية منتج تام، ما زالت تحت العلاج بنسميها في الشركات الصناعية منتج تحت التشغيل أو منتج غير تام. الهدف الرابع: توفير البيانات اللازمة لإعداد الموازنات التخطيطية طبقا لمراكز المسؤولية. خلينا بالنا، مركز المسؤولية
قد يكون مركز تكلفة، قد يكون مركز ربحية، قد يكون مركز استثمار. كلام ده خدتوه في المحاسبة الإدارية. الهدف رقم 5، توفير البيانات اللازمة لتقييم المخزون من الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الكيماويات أو مستلزمات المعامل أو مستلزمات الأشعة أو مستلزمات العظام، وكذلك إحكام الرقابة عليها. الألفاظ دي جديدة خاصة بالمنظمات الصحية. الهدف رقم 6، توفير البيانات اللازمة لمساعدة الإدارة في أداء وظائفها من تخطيط ورقابة واتخاذ قرارات. أخيرا الهدف 7، توفير البيانات اللازمة لترشيد قرارات تسعير الخدمات العلاجية على اختلاف أنواعها. هذا عن المفهوم، ثم الأهداف. ماذا عن مقومات نظام محاسبة التكاليف في المنظمات الصحية؟ هما 6 مقومات. الأول دليل وحدات التكلفة أو وحدات النشاط. ما هي وحدة التكلفة؟ ما هي وحدة النشاط؟ هي الخدمة العلاجية. دليل الثاني دليل مراكز التكاليف. عندنا نوعين من مراكز التكاليف، مراكز إنتاجية، الأقسام الطبية اللي بتؤدي الخدمة العلاجية للمرضى مباشرة. النوع الثاني مراكز خدمات إنتاجية، هي أقسام طبية أو غير طبية تؤدي خدمات لمراكز الإنتاج وليست للمريض مباشرة، مثل أقسام الخدمات الطبية، المعامل، العمليات، الصيدلية، المخازن، الاستقبال، الليزر، العلاج الطبيعي، وحدة رسم المخ، وحدة المناظير، مكتب التمريض، سكن الأطباء والتمريض، بنك الدم. أنا قلت 3، لا 2، مش كده؟ قلت 2، مراكز إنتاجية ومراكز خدمات إنتاجية. ألا توجد مراكز خدمات إدارية وتمويلية؟ توجد، وده رقم جيم، ودال مراكز العمليات الرأسمالية. يبقى مراكز التكاليف 4، إنتاجية، خدمات إنتاجية، خدمات إدارية وتمويلية، مراكز عمليات رأسمالية. قد يقول قائل أين مركز الخدمات التسويقية؟ لا يوجد إلا في مستشفيات الاستثمارية فقط. الدليل رقم 3 دليل عناصر التكاليف، ويتضمن 3 عناصر طبقا للتحليل الطبيعي: عنصر تكلفة المواد، عنصر تكلفة الأجور، عنصر تكلفة المصروفات. قلنا 3 أدلة: دليل وحدات التكلفة، دليل مراكز التكاليف، دليل عناصر التكاليف. ثم 3 التانيين مجموعات: المجموعة المستندية، المجموعة الدفترية، مجموعة القوائم والتقارير. دي كانت مقومات نظام التكاليف، ويكفي ان احنا تناولناها بإيجاز. انتوا سبق قبل كده خدتوها في نظم محاسبة التكاليف. الفصل الثالث بعنوان أساليب تحميل التكاليف في المنظمات الصحية، من باب التأكيد. أساليب التحميل 2، تحميل شامل أي تحميل كلي وتحميل جزئي، اللي هو انتوا درستوها قبل كده في سنة تالتة، كام نظرية للتكاليف؟ المعظم قال 4: نظرية تكاليف إجمالية، نظرية تكاليف مباشرة، نظرية تكاليف متغيرة أو حدية، نظرية تكاليف مستغلة. التحميل في المستشفيات يتم طبقا لنظرية التكاليف الإجمالية أي الكلية. إذن أساليب التحميل للتكاليف في المنظمات الصحية
هو أسلوب وحيد تحميل التكاليف بالكامل. كل خدمة علاجية تحمل بكل عناصر التكاليف اللي أنفقت عليها. عايزين نعمل إيه؟ هنعمل قائمة تكاليف، قائمة تكاليف في المستشفى. ممكن نعمل قائمة تكاليف لكل قسم من الأقسام، نعم، ترجع تعمل تاني قائمة تكاليف للمستشفى ككل. تمرين عشان نحله، تبقى حلولنا بالأرقام، بيجيب البيانات اللي حضراتكم شايفينها، خدمات علاجية ما زالت تحت العلاج أول الفترة، ناس كانوا بيتعالجوا في المستشفى وآخر السنة لسه ما خلصوش علاج، يبقوا بتوع آخر السنة دي هم بتوع أول السنة الجاية، وعشان كده فيه ما زالت تحت العلاج أول وما زالت تحت العلاج آخر. المعلومة ما زالت تحت العلاج أول الفترة هي اللي كانت تحت العلاج آخر الفترة السابقة. الأدوية المشتراة وأدوية موجودة بالمخازن في أول الفترة، الأدوية الموجودة بالمخازن آخر الفترة، الله، وأنا هاخد بإيه؟ هحمل بإيه في الأدوية؟ عندي ثلاث أرقام للأدوية، يلزمني رقم الأدوية المستخدمة. دايما عناصر التكاليف العنصر اللي بحمله هو المستخدم. هنعمل إيه؟ رصيد أول المدة زائد اللي اشتريته ناقص رصيد آخر المدة يساوي المستخدم. ولذلك قبل عمل أو إعداد قائمة التكاليف لابد من الإرشادات اللي أحدد فيها تحديد تكلفة كل عنصر من العناصر المستخدمة، سواء كانت أدوية أو مستلزمات طبية أو كيماويات أو مستلزمات معامل أو مستلزمات أشعة وهكذا مستلزمات العظام. وبعدين هيهمني أعرف المباشر وغير المباشر، المواد المباشرة كام والمواد غير المباشرة هي إيه، المواد المباشرة هقول لك ساعتها، وإيه المواد غير المباشرة هقول لك ساعتها، أجور المباشرة هقول لك ساعتها، أجور غير المباشرة هقول لك ساعتها. كل دي أساسيات عندي. هو قبل الأجور الخدمات العلاجية قلناها والأدوية قلناها، مستلزمات الطبية والكيماويات ومستلزمات الأشعة ومستلزمات العظام، كل واحدة منهم فيها ثلاث أرقام، المشتريات وأول الفترة وآخر الفترة. أجور الأطباء عن العمليات، مرتبات الأطباء، أجور ومرتبات الموظفين الإداريين، أجور ومرتبات مساعدي الأطباء، كهرباء وإنارة للمستشفى، إهلاك مباني المستشفى، إهلاك أجهزة المستشفى، قوة محركة، مصروفات صيانة، ترميم، مصروفات مباشرة على العمليات الطبية، مصروفات أخرى علاجية، أدوات كتابية وأدوات نظافة. هو المطلوب مني أعمل قائمة، إحنا مش هطلب منك إعداد قائمة، لكن ممكن أطلب منك بدل ما أعمل القائمة كل رقم أنت وصلت له أقول لك جبته إزاي، والسؤال MCQ إما صح وخطأ وإما اختيار من متعدد. في ضوء التمرين اللي كان أمامي يلزمني إرشادات كان كتير. الإرشاد الأول تحديد تكلفة الأدوية المستخدمة، أجيبها منين؟ تكلفة الأدوية الموجودة بالمخازن أول الفترة كام؟ 5000 جنيه، زائد تكلفة الأدوية المشترى خلال الفترة 30,000 جنيه، مجموعهم عبارة عن تكلفة الأدوية المتاحة أي المتوافرة للاستخدام 35، نطرح منهم اللي موجود في آخر الفترة 7,000، يطلع المستخدم 28,000. هذه القاعدة هنطبقها في كل العناصر اللي جاية، رصيد أول زائد المشتريات ناقص رصيد آخر يديني تكلفة المستخدم، مستلزمات طبية بالمخازن أول 3,000 زائد المشتريات 18، مجموعهم 21 ناقص آخر الفترة 5، يبقى المستخدم 16,000. الكيماويات ومستلزمات المعامل، طيب أول الفترة 2000 اللي اشتريته 12,000، هو جت هنا على بعضها، ناقص تكلفة آخر الفترة يديني تكلفة المستخدم. لا خد بالك بقى،
اول الفتره 2000 زائد 12000 المشترى يبقى المتاح للاستخدام 14000، ناقص اخر الفتره 4000 يبقى المستخدم 10000. بعد كده مستلزمات الاشعه في المخازن، اول الفتره 1000 اشتريت 7000 يبقى المتاح 8000، ناقص اخر الفتره 2000 يبقى المستخدم 6000. مستلزمات العظام، اول الفتره 3000 اشترينا ب9 يبقى المتاح 12000، ناقص اخر الفتره 2000 يبقى المستخدم 10000. المواد المباشره، ناخد بالنا بقى ايه هي المواد المباشره، تشمل الادويه المستخدمه زائد المستلزمات الطبيه المستخدمه زائد مستلزمات العظام المستخدمه. اصحى، لو قلت تكلفه الادويه المشتراه اخر الفتره او اول الفتره، لا، الادويه المستخدمه اللي طلعناها في المعدل اللي فات. مستلزمات طبيه اول او مشترى او اخر، لا، تكلفه المستلزمات الطبيه المستخدمه. مستلزمات العظام المستخدمه، يعني انت بتبني على الارقام اللي انت طلعتها. احنا عندنا تكلفه الادويه المستخدمه 28000، مستلزمات الطبيه المستخدمه 16000، مستلزمات العظام المستخدمه 10000، مجموعهم 54000، دول اسمهم تكلفه المواد المباشره. المواد غير المباشره عباره عن تكلفه الكيماويات ومستلزمات المعامل المستخدمه، ودي كانت 10000، زائد تكلفة مستلزمات الأشعة 6000، ودي قواعد ثابتة مش هتتغير من تمرين لتمرين، لا، قواعد ثابتة. المواد المباشرة التلات عناصر دول، مواد غير المباشرة هم العنصرين دول. انتم طلب التجارة، ما انتوش أطباء ولا بتشتغلوا في مستشفيات، فالكلام ده بالنسبة لكم غريب بعض الشيء، فلازم يتم تبسيطه. الأجور المباشرة عبارة عن أجور الأطباء عن العمليات، كل طبيب عمل عملية خد أجرته مباشرة على العملية، مباشرة على الخدمة العلاجية. لكن الأطباء اللي بيشتغلوا لكل المرضى، تقدرش توجد علاقة مباشرة بين مرتبه وبين كل مريض. الأطباء المساعدين ما تقدرش أيضا تقول ما يخص الخدمة العلاجية اللي هو المريض الواحد كام منه، يبقى العلاقة غير مباشرة. كأن الأجور المباشرة أجور الأطباء عن العمليات 30000، غير المباشرة مرتبات الأطباء 20000، أجور ومرتبات المساعدين 11000، يبقى 31000. تعال بينا بقى على قائمة التكاليف. زي ما انتوا عارفين طبقا للنظرية الإجمالية، أنا عامل 3 خانات. ليه؟ في تجميعات كتير لأرقام، أنت مش هتعمل قائمة، أنت هتسأل عن كل رقم. مثلا أسألك وأقول لك تكلفة المواد المباشرة كام؟ ما احنا عرفناها، 28 زائد 16 زائد 10 54000. احنا عناصر التكاليف المباشرة بتيجي ورا بعض، أيوة، مواد مباشرة 54، أجور مباشرة 30، مصروفات مباشرة جاية في التمرين 7000. إذا أسألك أنا على التكلفة الأولية، اصحى، عشان تجيب التكلفة الأولية يبقى لازم تجيب المواد المباشرة وتجمعها زائد الأجور المباشرة وتجمعها زائد المصروفات المباشرة، مجموعهم كام التكلفة الأولية؟ 91000. هتختار، أقول لك 90000 تقول لي لا، 95000 تقول لي لا، طب 89000 تقول لي لا. إذا قلت 91000 تبقى هي تختارها، قلت لك 70000 لا، امال الإجابة تبقى فين؟ لا توجد إجابة صحيحة. بعد كده تكاليف علاجية غير مباشرة، تشمل تكلفة المواد غير المباشرة احنا جبناها 16000، الأجور غير المباشرة جبناها 31000، المصروفات غير المباشرة انت هتجيبها من التمرين، عبارة عن ايه؟ كهرباء وإنارة 2000، إهلاك مباني 5000، إهلاك أجهزة 12000، قوة محركة 4000، مصروفات صيانة 5000، ترميم 4000، مصروفات علاجية أخرى 12000، مجموعهم 44000. ممكن أسألك في الحتة دي، المصروفات المباشرة تبلغ كام؟
واجيب لك ارقام وتختار منها. اذا جالك 44000 تختاره، ما جالكش 44000 يبقى لا توجد اجابه صحيحه. ممكن تسال عن تكلفه العلاجيه غير المباشره مجموعها كام؟ صدفه في التمرين ده طلعت 91000، 16 زائد 31 زائد 44، 91000. لما اجمع تكاليف علاجيه مباشره 91، تكاليف علاجيه غير مباشره 91، يبقى التكاليف العلاجيه خلال الفتره مجموع الاثنين 182000. تسال في دي اجمالي تكاليف الخدمه العلاجيه خلال الفتره 180000، تقول لي لا. طب 181؟ لا. 182؟ ايوه هي دي. بتضيف اليها تكلفه خدمات علاجيه تحت العلاج اول الفتره اللي تقابل في الشركات الصناعيه الانتاج تحت التشغيل او الانتاج غير التام، المرضى اللي لسه ما تمش علاجهم. تكلفه الخدمات العلاجيه تحت العلاج اول الفتره، ما بقولش تحت التشغيل، تحت العلاج 10000، المجموع 192 ناقص تكلفة خدمات علاجية تحت العلاج آخر الفترة 12، يبقى تكلفة الخدمات العلاجية التامة خلال الفترة 180000. الخدمات العلاجية اللي تمت راحت فين؟ ما بتتخزنش. الخدمة العلاجية لا تخزن، غير قابلة للتخزين. تقول لي ما المريض بيقعد في المستشفى لغاية ما يتعالج، انت ما خزنتوش، انت ما عادوا تعالجه، ما حطيتوش في مخزن وقفلت عليه الباب، دواء في سرير وبيتصرف له دواء ويمر عليه اطباء و الى اخره، فانت بتخدمه، عشان كده هو خدمه علاجيه. تكلفه خدمات علاجيه تامه خرجت من المستشفى يبقى خلصت. هل توجد تكلفه خدمه علاجيه تامه اول؟ لا. توجد تكلفه خدمه علاجيه تامه اخر؟ لا. اللي موجود اللي تحت العلاج، وده فرق ما بين قائمة تكاليف علاجية في مستشفى وقائمة تكاليف إنتاجية أو تسويقية أو إدارية في شركة أخرى. شكراً.